رزقك لن ينازعه فيك احد. وقلت لك مرارا واكرر، رزقي لن يذهب اليك ورزقك لن يذهب اليه، انما المساله حتى اللص الذي يسرق والموظف المرتشي الذي يرتشي وبعض ولاة الامر الذين يسرقون الشعوب، لو لم يسرقوا لجاءوا هذا المال حلالا، لان اذا استبطأ احدكم رزق الله عليه، وهذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اذا استبطأ احدكم رزق الله عليه فلا يستعجلن ما عند الله بمعصية الله، فان ما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته. فاذا انت مما تخاف بعد ان تعلم ان عمرك بيد الله ورزقك بيد الله وان الغد بيد الله وان بعد صلاة الجمعة كله بامر الله وان سبحان الله رزق الله عز وجل. اسمع كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو لم تستفد من الخطبة الا تلك لكفت، اعلم ان رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. لو ايقن كل الموظفين في العالم الاسلامي والعاملين ورجال الاعمال والناس والمرتزقين والمرتزقة وغيرهم، لو علموا ان رزق الله لا يسوقه الي حرص حريص، انا كاب احاول ان استرزق لولدي وابنتي بقدر المستطاع، لا اسوق رزق الله اليه ابدا، ولا تمنعه عنك كراهة كاره. لو ان موظفا يكيد لك او مديرا يكيد لك او وزيرا يكيد لك ويريد ان يمنع عنك شيء، الله ما كتب ان يمنع، إن يمسسك الله برحمة فلا ممسك إلا هو، فلا منزل إلا هو. الله هو الذي ينزل هذه الرحمة، ربنا هيمسك برحمة لا يستطيع إنسان أن يمنعه.